تعليقا بقى على المانشيتات والاخبار، ودايما بقول لحضراتكم الصحافه لازم تقرا ما بين السطور علشان تفهم مغزى او معنى الخبر. عشان كده معانا النهارده الاستاذ عبد المنعم فهمي، الناقد الرياضي بالاهرام الرياضي، وايضا العضو في المكتب التنفيذي للنقاد الرياضيين. برحب بحضرتك استاذ عمرو. اهلا كابتن فايز، وانا سعيد بوجودي معاك، وسعيد في القناه اللي عملت طفره هايله ورائعه وجميله في الممتاز بيه، واصبح كل المتابعين، يعني زمان كنا بنشوف بعض المتابعين المهتمين بالاخبار الممتاز به او المظاليم، دلوقتي بقت كل الناس بصراحه شديده بتتابع، واللي بيفوتوا ماتش الظهر يلاقيه بالليل موجود. فده عمل حاله رواج غير عاديه بالنسبه للمشاهد، وثانيا هيعمل ليه صدى على المدى البعيد على مستوى الكره المصريه بدون نفاق وبدون مجامله، لان اي لاعب بيشوف نفسه في التلفزيون من المظاليم بيطور اداؤه، والمدربين بيطوروا ادائهم، وكل المنظومه في الممتاز بتطور ادائها، بتحاول توصل لاعلى مرحله من الشكل الرائع والشكل الجيد. وبالتالي كمان في حاجه مهمه جدا الناس مش واخده بالها منها، ان الممتاز الف بدل ما هيروح لافريقيا وبدل ما هيروح للعرب، لا، انت عندك دلوقتي اصبحت في مباريات مشاهده ومباريات بتحلل، وكل لاعب عارف ايه، وكل مدير فني عارف كل تفاصيل وكل كبيره وصغيره. احنا شفنا الكابتن شوقي غريب اول امبارح كان معاكم، كان عارف تفاصيل التفاصيل للاعبين، يعني بعيدين كل البعد عن الاضواء. وباللي انتوا عملتوه ده هيخلي الدوري المصري يشتعل في كل مراحله، حتى من الدرجه الرابعه. وده شيء جميل لله. وتحمدوا عليه بالفعل، وحاجه رائعه. اشكرك استاذ عمرو. وعايز اضيف برضو على كلامك، انا في بعض اللاعبين بقى ابتدوا يتواصلوا معايا شخصيا طبعاً. من خلال مواقع التواصل الاجتماعي، وتاكيدا على كلام حضرتك بيقولوا لي فعلا احنا ابتدى يكلمونا، عايزين فتره اختبار، عايزين يشوفونا على الحقيقه اللي هي الانديه الممتازه. لا يعني فتره اختبار، خلاص انت بتشاف، خلاص ما انت مش محتاج سي دي ولا محتاج حاجه، هو بس يخشوا يشوفوه كده على الواقع. بالظبط كده، يخشوا يشوفوه مع الفرقه على الواقع. فالحمد لله هنشوف نجوم جدد، وهنشوف لعيبه جديده، وهنشوف الاهلي يدور في لعيبه في الممتاز به، والزمالك وكل الانديه، لان خلي بال حضرتك ممتاز به ده هو المنجم الذهبي، الناس كانت غافله عنه لانه اصلا كان مجهول، ما كانش حد يعرف عنه حاجه، وكان بتحصل فيه عمليات سمساره وابواب خلفيه. لا، دلوقتي قدامك عين عينك بتشوف اللاعب. صح.